سيبك من الريفرس كده، احنا عارفين الريفرس دي بتعكس صح؟ المفروض ارقامها واحد في الستارت بتاعي كام؟ 10، ف10 بعد كده 11 بعد كده 12 بعد كده 13. انا عايز بقى الحروف بتاعتي تبقى ايه؟ بس انا عايز ابدا من الحرف رقم الحرف اللي هو اف. المفروض اكتب هنا ايه؟ ما تكتبش اف، لا بتشوف الاندكس بتاعها اي بي سي دي اي اف، فحضرتك رقم 6، فانا بقول له ابدا من رقم كام؟ 6، من الاندكس رقم 6 تمام؟ اف جي اتش، لا ترتيب، عنده اندكس كده بيمشي بيه خلاص. طيب وكمان تقدر تعملها ريفرس، بس الريفرس هتعمل ايه؟ هيبدا ايه؟ يجيب لك اف وبعد كده ينزل لتحت. طيب لو الدنيا زادت بقى، حد عارف ايه النتيجه؟ يعني زادت ازاي؟ صح كده، السؤال ده كويس كده، الله ينور عليك. يعني اف اي دي سي، هو قاعد ينزل بعد السي ايه؟ بي، بعد كده ايه؟ بعد الايه؟ حاجه ثانيه؟ يبدا زيرو، هو بينزل زيرو سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثه سالب اربعه. بتعرف بس ريفرس بتعمل ايه؟ طب لو انا كنت باشمهندس قلت له كده مفيش ريفرس، مفيش ايه؟ ريفرس، وقلت له ابدا من ستارت 24، هو يبدا ايه؟ يعني يبدا من حرف الاكس ولا الدبليو مثلا، حلو؟ ومفيش ريفرس، وقلت له هنا كده المفروض اعمل ايه؟ اكس واي ايه؟ زد. طب بعد الزيت هيعمل ايه؟ حد عارف؟ شوف هيعمل ايه؟ ايه اي بي اي سي اي دي ستيب اللي هو العادي. زي اكسل. طيب سالب 5 فين؟ فين؟ ستارت هنا؟ ما اعتقدش انها تشتغل. طب لو انا زودت واحده ثانيه اخش على الايه ولا يخش على اثنين؟ اعتقد هيخش على الايه. خلاص، فهي اول ما ينزل بعد الصفر هو مش عارف يكمل عليه. طيب احنا كده كده هنحتاج كده وخلاص على كده، اي بي سي وخلاص على كده، فمش هنحتاج الكلام. طيب ده بالنسبه لمين؟ لاو ال. طب يا باشمهندس لو هي او ال، يعني بس كده ده او ال، لو هي يو ال، اليو ال دي ما عندهاش الاتريبيوت اللي اسمه تايب، حتى لما تيجي تكتب كده مفيش اتريبيوت اسمه ايه؟ لان الاو ال لسته غير مرتبه، هو دايما هيعمل لك اللي هو مين؟ اللي هي الليسته اللي هي البوليتس. هي الليسته البوليتس، مش هيعمل لك اللي هو التركيب اللي هو العادي، ما فيهاش تايب. يبقى التايب على مين؟ على او ال. طيب في سي اس، حاضر، ده في سي اس عايز اخلي صوره، لا في ستايلست، ستايلست ان انا اقدر اخلي الليسته دي صوره، ممكن اخليها شكل سكوير، شكل سيركل، شكل مربع، شكل مستطيل، شكل دايره، شكل كذا، شكل كذا، اغير الشكل ده، بس عشان تغير الشكل ده مش هنا سي اس اس تمام. طيب واللون وكل حاجه. طيب صلى على سيدنا، احنا دلوقتي عملنا او ال وعملنا يو ال وبدانا نعمل الكومنت ليهم، صلى على سيدنا. تعالى نعمل حاجه بسيطه خالص كده، او ال ال اي كتبت هنا اتش تي ام ال، وال اي ثانيه سي اس اس، كده يظهر ايه؟ واحد كده اثنين. انت قلت لي هنا ممكن تكتب باراجراف، ممكن تكتب بولد، ممكن تكتب اي حاجه صح؟ طب ايه رايك لو انا بدل السي اس اس ده جاب لي القفله بتاعتها عملت كده؟ بص الله ينور عليك، بص كده، بص مش هنا كده ال اي الفتحه ايه والقفله ايه؟ مش ممكن انا اكتب اي حاجه؟ ايه رايك لو عملت كده؟ هو ايه اللي ثانيه؟ هو ال جوه ال اي دي وعملت كده ال اي سي اس اس 1 ال اي سي اس اس 2 ال اي سي اس اس 3 كده اللي عملته؟ انا عملت ليست اهي وليست اهي، هما اثنين اهم، الاو ال الكبيره فيها ال اي وال اي، اثنين ال اي يعني واحد اثنين، لكن يدخل جوه السي اس اس لسته ثانيه. تعال نشوف كده، قال لي واحد اتش تي ام ال، اثنين سي اس اس،
دخل جوه السيستم صار عمل ايه؟ محاذاه تاني بدا ايه؟ سيستس 1 سيستس 2 سيستس 3. بس انا مش عايز دي ترتيب، انا عايزها بوليتس. يبقى اعمل ايه؟ يبقى بدل ما دي او ال اخليها مين؟ يو ال. فاللي يحصل ايه؟ طيب عايز اعمل بعد ال HTML بعد ال CSS اطلع بره واكتب ال اي جافا سكريبت جي اس، تاخد رقم كام دي؟ 3. طيب اللي فاهم معايا، انا عايز باشمهندس انا عايز جوه CSS 2 دي تفرع منها، او جوه CSS 3 خلينا في السي دي، CSS 3 دي تفرع منها CSS انيميشن CSS ميديا كويري، يعني دي يطلع منها لسته ثانيه. اجي فين؟ اروح جوه السيس اللي هي 3 بره هنا ولا جوه؟ جوه ال اي دي، وافتح ايه؟ افتح يو ال او او ال على حسب ما انت محتاج. او ال هكتب ايه؟ ال اي جواها هكتب سي اس اس انيميشن. طيب بعد كده ال اي واكتب سي اس اس سي ميديا كويري ميديا كويري، فالنتيجه هتبقى ايه؟ هتبقى 1 اتش تي ام ال 2 سي اس اس، هي جديد 1 عادي 2 3 ويطلع من سي اس اس 3 ثلاث حاجات. ولو عايز افرع من سي اس اس انيميشن حاجه نفس القصه. طيب ممكن حضرتك مثلا تعمل لي هنا كده مثلا لسته زي كده، بس هنا هتكتب مثلا والدك، وهنا عمك، هنا الاولاد واولاد عمك، يعني مثلا اذا افترضنا ده الوالد بتاعك حلو، او ده عمك مثلا، ما مثلا ما لهوش مثلا ما عندوش اولاد مثلا، بس هنا والدك، فوالدك هنا مثلا احمد، مثلا احمد اهو، احمد ده عنده انت اسمك، عنده اخوك، عنده اخوك الثاني، واخوك الثاني لو هو عنده اولاد يبدا ايه؟ يكتب ايه؟ اخواتك. شجره، انا رايك عايز الشجره بتاعتك، انت عمك اهو، والدك اهو، وده اخوك، وده انت، وده اخوك، وده اولاد ايه؟ اخوك عندك. تمام؟ ما عندكش اخوات فانت ايه تصرف؟ اعمل اللي مش عنده يعمل دي. الهدف ان انت تعمل دي يعني. بس انا حبيت ان انا اخليها تبقى سهله بالنسبه لك، يعني شجره. تبقى فاهمها يعني. يعني اللي عايز يعمل الليست دي ما